انطلقت اليوم فعاليات منتدى البحوث العالمية اللاسلكية في إمارة أبوظبي بتنظيم معهد الابتكار التكنولوجي. شهد قطاع الاتصالات اللاسلكية تطوراً هائلاً خلال السنوات الماضية، ولكن هناك العديد من المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات اللاسلكية في عصرنا الحالي. كيف يمكن الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل السادس القادمة للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشكلات الرئيسية في عدة قطاعات ناشئة مثل الميتافيرس والواقع المعزز؟ اليوم في المنتدى يتم طرح العديد من المحاور الرئيسية. ما هي المشكلات الحالية التي تواجه شبكات الراديو المتقدمة؟ ما هو الواقع الافتراضي المعزز؟ وما هي شبكات الجيل اللاسلكية القادمة التي ستساهم في تعزيز تطبيق هذه التكنولوجيا خلال 5 والـ10 سنوات القادمة؟